شكرا للزملاء الكابتن محمد الصيعري نجم نادي الاتحاد. بدي ارحب فيك، ابارك لك. اليوم الاتحاد يقطف اول بطولات الموسم. اول شيء الحمد لله على كل حال، ما نعرف شو اعبر الصراحه. انا مره مبسوط اليوم، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الف الف مبروك لجماهير الاتحاد، الف مبروك لكل جماهير الاتحاد. يعني جماهير الاتحاد عظيمه في كل مكان زي ما انت شايف. اليوم يعني الصراحة لازم نعطيهم شيء. كنا الملعب ما شاء الله كان فل من قبل المباراة. الصراحة الكل يستاهل، مدرب، إدارة، لعيبة اجتهدوا في البطولة هذه، والحمد لله الحمد لله أن جبناها. الرغبة كانت واضحة، التركيز عالي، حتى على مستوى التسجيل وحسم المباريات الفريق الاتحادي يسجل في وقت مبكر. إيش السر؟ يعني احنا زي ما انت عارف، احنا الفريق اذا يبغى بطوله حيوضح من بدايه المباراه. احنا دخلنا بدايه المباراه يعني التوجيهات كانت قد ما نقدر نسجل في البدايه. الحمد لله سجلنا في البدايه، حققنا مبتغانا. الصراحه الكل يستاهل البطوله، اداره النادي ما قصرت، ابو فيصل يستاهل، ابو عصام يستاهل، اللي هم الاستاذ انمار الحايل والاستاذ احمد كاكي يستاهل. الصراحه مدرب اشتغل معانا وما قصر معانا يستاهل. هذه البدايه لسه، وان شاء الله باذن الله انه الجاي يكون افضل. شرحي لي، يستاهل ولا بطوله لنا بالاتحاد؟ اول بطوله لنا الصراحه، واحنا يعني هو شوف، هو قال الكلام هذا واحنا عارفين احنا اتحاديه، فاحنا مبسوطين. يعني كاننا مع الجمهور والله، يعني مبسوطين اكثر ناس الحمد لله. العافية. الله يعافيك كابتن احمد شراحيلي. اليوم كان رجال والله، هو دائما رجال بس اليوم ما قصر والله. يعطيك العافيه كابتن، الف مبروك. بالتاكيد فرحه غابت عن المدرج الاتحادي حوالي 5 سنوات. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد، ربي اكرمنا اليوم ببطوله. بكل امانه جماهيرنا يستاهلون اننا نفرحهم. الصراحه صبروا على الفريق كثير صراحة. يعني كلنا كلاعبة كنا متحدين اليوم ان نطلع، على الاقل الجمهور هذا يفرح. اللهم لك الحمد، فرعناهم اليوم وباذن الله نوعدهم بالقادم افضل. لسه باقي لنا كاس الملك، باقي لنا الدوري، باذن الله الموسم هذا يفرحون باذن الله. على المستوى الشخصي ما شاء الله تطور كبير في مستوى احمد شراحيلي. اليوم نشوف احمد اساسي على مستوى الاتحاد، اساسي ايضا على مستوى المنتخب. اول شيء الحمد لله يا رب العالمين، هذا كله من توفيق رب العالمين. صراحه هذا ما جاء بمجهودي انا الحالي، بجميل زملائي اللاعبين، بجهدي انا في التمارين وتركيزي في التمارين وفي المباريات. اللهم لك الحمد يا رب، فرحه ما توصف. باذن الله انه القادم افضل. خلاص اليوم نفرح، عندنا مباراه مهمه في الدوري يوم السبت. اليوم نفرح ونركز ان شاء الله في المباراه الجايه يا رب. لمين تهدي البطولة؟ أول شيء طبعا هدية للوالد والوالدة وأخواني، وطبعا الجمهور الغالي على قلبي، وبإذن الله نوعده بالقادم أفضل إن شاء الله. أعطيك العافية. شكرا للكابتن أحمد شراحيلي.